السلام عليكم. الحلقة اللي غادي نعود لكم اليوم هي حلقة غاية في الغرابة، لأن المحققين كما كنقولوا شي مرات المحققين كيكونوا عندهم حد ذكاء وكيجبدوا الفاعل أو الفاعلين بشي جريمة، ولكن هذه الحلقة اللي غادي نعود لكم اليوم فشلوا المحققين باش يجبدوا شكون هو الفاعل أو الفاعلين اللي تسببوا في هذه الجريمة. هذه الجريمة نقدروا نسبوها للجين، لأنها غاية في الغرابة. مهم ندخلوا معكم في السرد ديال هذه القصة. في سنة 2009 بمدينة تازة كان واحد المدير ديال المؤسسات التعليمية ابتدائية تعرف لواحد الأستاذة خدامة في واحد الفرعية بعيدة على المدينة ديال تازة، تعرفوا تقدم لدارهم زوج بها، كانت هي باقا ساكنة في المنطقة اللي كتقري فيها، هو كان ساكن في مدينة تازة باش يكون قريب من المؤسسة التعليمية اللي كيدير فيها مدير. بعد مدة درت ديك الأستاذة التحاق بالزوج، وبالفعل بعد 6 شهور التحقت به بمدينة تازة وسكنوا في دار بجوج بهم، كانوا كارين واحد الدار في مدينة تازة وسكنوا بجوج. هنا واحد الصباح المدير ديال المؤسسة ما غاديش يلتحق بالعمل ديالو، بقاو كيتسناو الاساتذه والمعلمين ولكن ما جاش المؤسسه. اتصلوا به، كان التليفون ديالو كيصوني ولكن ما كيجاوبش. اتصلوا به شي زملاء ديالو باش يعرفوا شنو يكون وقع له شي حاجه ولا هذا يسولوا فيه، ولكن التليفون كيصوني ما تيجاوبش. نفس الشيء في المؤسسه اللي كتقري فيها الاستاذه، كانوا كيتصلوا بها شي زميلات ديالها ولكن ما كيجاوبهمش، حتى واحد ما كيجاوبهم في التليفون. بقاو هكاك لغد ليه كذلك، ما جاوش للمؤسسة. كيتصلوا بهم ما كيجاوبهم حتى شي واحد. هنا غادي يضطروا داك الزملاء ديالهم باش يخبروا العائلات ديالهم، قالوا لهم اودي راه ولدكم وبنتكم راه ما جاوش هاد يومين للمؤسسة، ما جاوش كاع، ما بانلهمش الاثار. جاو العائلات ديالهم التحقوا كيصونوا عليهم، كان النهار الثالث كيصونوا عليهم التليفون ديالهم طفاو، هنا التليفونات ديالهم طفاو ما بقاوش خدامين. مشاو العائلات ديالهم بلغوا رجال الامن، قالوا لهم سيدي حنا ما ساكنينش هنا، ساكنين في مدينه وجده، ولكن ولادنا هنا خدامين وتزوجوا وهذه 3 ايام ما مشاوش للمؤسسه، وكنتصلوا بهم كان التليفون ديالهم شاعل ولكن قال لك طفا. قالوا لهم فين ساكن هاد ولدكم؟ قالوا ساكن في الحي الفلاني. خداو رجال الامن امر من النيابه العامه باش يمشيو يقتحموا الشقه، ولان ما بالهمش الاثار. اذا كاين شي فرضيه تما، خصوصا ان الطوموبيل ديال المدير كتمثل في البارك، فسولوا عليها واش ما بانش شنو داك. قال لهم راه 3 ايام هادي داك الحساس، قال لهم راه 3 ايام هادي ما بانش، مي حتى عندي طوموبيلته ما بانش. هنا غادي يمشيو السلطات المحليه ويمشيو مع رجال الامن وغادي باش يفتحوا الشقه باش يعرفوا واش فيها هاد الاساسيده ولا ما كاينينش. بداو كيجربوا شي سوارت، بالفعل فتح لهم واحد الساروت، فتح لهم الباب ديال باب الدار تفتح، ولكن كان باب الدار من الداخل مضروب بالزكروم، كان مشدود. كيفاش فتحوه؟ واخا فتحوه بالساروت ما بغاش يتفتح لهم لان كان فيه زكروم. جابوا ليمون فتحوا داك الباب، هرسوها حيدوها، كيلقاو واحد الباب خور ديال الفصيل ديال الخشب، حتى هو فتحوه ولكن كان مضروب بالزكروم، حيدوه حتى هو. دخلوا للدار، لقاو الدار مستفاه ما فيها لا روينه لا والو. دخلوا البيت النعاس وتما غيكتشفوا جريمه كنقولوا حنا شنيعه. فاش دخلوا لقاو الزوج والزوجه مقتولين بعدة طعانات، مقتولين بعدة طعانات في الراس في انحاء مختلفه من الجسم ديالهم. بداو كيديروا المعاينات ديالهم كيفاش القاتل او القتله دخلوا لهاد الدار هذه، كيفاش مين دخلوا، ما عندهمش شي باب مسطح، كانت عندهم باب وحده هي باب البرانيه، كانوا مضروبين بجوج بالزكروم، السراجم كان فيهم الشباك الحديدي، اذا ما مهرس ما والو، نقولوا هاد اللي قتلهم او اللي قتلوهم لقزوا من السراجم ما كاينش. هذاك الشيء كان غايه في الغرابه. المحققين قالوا يمكن الزوج او الزوجه واحد فيهم راه قتل الاخر
وقصر راسهم وراه، ولكن ما كانش حداهم شي اثاث ديال الجريمه. اذن اذا كان قتلوا شي واحد قتل الاخر وقصر راسه غتكون اثاث الجريمه حداهم، ولكن ما كاين حتى شي حاجه. الغريب في الامر ان الدار ما كان مهزوز منها والو، كان عندهم شي فلوس كانت مازال محطوطه حداهم، داك الفلوس محطوطين حداهم التليفونات، لي كارت كيشي ديالهم مازالين، وثائق ديالهم كلشي مازال. اذن كيفاش وقع؟ كانت هنا الغرابه كتخيم على هذه الجريمه. رجل الامن اضطروا باش يعيطوا لواحد الناس اللي مختصين بالمسح ديال هاد الجرائم هادو باش يجيو من الرباط. جاو من الرباط داروا المعاينه ديالهم، ما كانش شي حاجه كتفيد التحقيق. هزوا هاد جوج ديال الناس اللي هو المدير والزوجه ديالو الاستاذه، داوهم المستودع الابواس باش يشرحوا ويشوفوا شنو القضيه ديال الوفاه ديالهم. هنا غادي يفتحوا المحققين دائره البحث وغادي يوسعوها. فاش سولوا الاساتذه اللي كيقراو معاهم هذا، قال لهم الناس هادو مزيانين، حتى واحد ما تشكى منهم، ما عندهم زعما شي عداوه، كانوا عايشين بخير. سولوا العائله ديالهم، قالوا لهم ما عندهمش، عمر بنتي تشكات او ولدي تشكى من الزوجه ديالو، كانوا عايشين بخير، ما خاصهم حتى حاجه. اذن شنو وقع؟ ما نعرف، جريمه ما باينش شكون اللي ارتكبها، الفاعل ما باينش، لان كيفاش هذا اللي قتل كيمين خرج؟ مين خرج كاع؟ وشنو هو الهدف مور هاد الجريمه؟ لان فاش قلبوا الحسابات البنكيه ديالهم لقاوهم ما كاين حتى حاجه مهزوزه من الحساب ديالهم. كانت اخر عمليه ديال السحب كانت قبل ما يموتوا بعشر ايام، ما كاينش شي تحويلات لشي جهه اخرى. هنا المحققين كانوا كيتسناو التقرير ديال التشريح الطبي، ولكن فاش جاهم كانت عاد هذاك التشريح كيزيد يعطي غموض حول هذه الجريمه. التشريح كيقول لهم بان كانوا هاد الجوج هادو عندهم شي خدشات عندهم في الجسم ديالهم، شي مخدوشين في الجسم ديالهم، عندهم بعض الخدوش بحال الجروحات ديال في الجسم ديالهم، كانوا مقتولين. وحتى فاش كانوا لقاو المحققين ما كانوش هاد جوج ديال الجثات، ما كانوش زعما في شي طريقه، كانوا ناعسين عادي، ناعسين على كرشهم وعادي بحال اللي ناعسين ومغطيين من الفوق. اذا ما كانش شي مقاومه باش يكون ناعسين بشكل عادي. هاد الجريمه هادي حيرت رجال ديال الامن، لانهم ما توصلوا حتى شي حاجه اللي غادي تفيد التحقيق. هنا غادي نقولوا هاد الجريمه ارتكبها الجن، ما نقدروش نقولوا هاد القضيه هادي، لانها كتبقى الناس ديال الدين هما اللي غادي يعطيونا واش يمكن الجن يرتكب الجريمه، لان ما كاينش شي حاجه اللي غادي تفيد التحقيق. وهنا كما كنقولوا فشلوا المحققين باش يوصلوا للحل هاد الجريمه. ماشي فشلوا حيت ما عرفوش، لا، حيت ما لقاوش شي طريق من يدخلوا، ما كاينش شي حاجه اللي كتفيد التحقيق. هنا قلت لكم في الاول كما قلت لكم يمكن الجريمه نسبوها للجن، لان كيفاش جوج ديال الناس ميتين ما حداهمش اداه الجريمه، ما حدا الدار ديالهم ما مسروقاش، البيبان مشدودين من الداخل، سراج مشدودين من الداخل. اذا كاين شي غموض حول هذه الجريمه. هنا غادي نستحضروا كاين شي جرائم بحال دابا كيوقعوا في امريكا او في الدول الغربيه، فاش ما كيوصلوش محققين الفك ديال اللغز ديالهم كينسبوهم لاخر الجن، وهذه غادي حتى هي نسبوها للجن، لان ما كاينش شي خيط مناش تدخل. مازال كنلقينا كنقولوا لقاو الباب مفتوحه او باب مهرسه او شي حاجه، حتى البصمات اللي هزوا من الدار كانت البصمات ديال الزوج والزوجه، ما كاينش شي بصمات اخرين، ما كاينش عمليه سرقه. هاد السيد او هاد الناس اللي قتلوهم مين خرجوا؟ ما عارفاش مين خرجوا، لان كان البيبان مضروبين بالزكار بجوج، السراج فيهم الشباك ومشدودين من الداخل. اذا كيفاش وقع؟ كتبقى هاد الجريمه هادي كنقولوا حنا تسجلت ضد مجهول، ما توصلوش المحققين باش يعرفوا شكون هما اللي ارتكبوا هاد الجريمه.
وإلى هنا متتبعينا الكرام غادي نساليو هذه الحلقة اللي هي للأسف ما كاينش كما كنقولوا حنا ما كاينش الفاعلين باش يكون عندها واحد النهاية لأن بقات شي حاجة تما ما مفهوماش كيفها الغموض. وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله.